المكدوس هلا صار وقته مع موسم الباذنجان وموسم زيت الزيتون، صار لازم هلا تحضروا المكدوس على طريقتي اللي رح تدعوا لي من ورا هالطريقه قد ما هي بتجنن، ورح يطلع معكم الباذنجان مستوي صح والحشوه بتجنن. بالبدايه استخدموا اي نوع باذنجان انتم بتحبوه سواء الحمصي او البلدي، بدكم تحطوا كميه مي وفيره على النار وتكون مغليه، بتسقطوا فيها الباذنجانات، بحط عليها تقل لحتى يستوي كل الباذنجان نفس السوا. اهم شيء تنسوكم من قصه الوقت، انا مثلا ال3 كيلو هدول اخذوا معي بالضبط 12 دقيقه، بس الفكره صح انكم لما تضغطوا عليها يعلم اصبعكم عليها من تحت. بعد هيك بقيم عنه القمع، وشوفوا بشقه بالسكين، اكتشفت انه هي الطريقه بتخليه ابيض وبيجنن. باخذ الملح كالعاده، بستخدم ملح ساسي رشه خفيفه، وبعمل هذا الحكي بكل كميه الباذنجان، برجع بغطيه، بحط عليه وزن كتير وبتركه من 24 ساعه ل 48 ساعه مش اكتر من هيك عشان ما يجلد الباذنجان. الحشوه عندي نص كيلو من الجوز، عليهم معلقتين من الفلفل او الشطه، وعليهم معلقه من دبس الفلفل اذا كانت موجوده، معلقه الخل، وثلاث معالق كبيره من الملح الخشن اللي رح يعادل لي الطعمه ورح يطلع ممتاز. لا تكتروا عن هيك ملح، بيطلع مالح وما في طريقه تعالجوا الملوحه. الخل رح يعادل لي الحموضه ويخلي طعمها كتير طيب. بحشي الباذنجانات كلياتها، بحشيها هيك حشوه، بعزها، بستخدم مرتبانات الازاز عشان ما تدخل هواء، بصفه المكدوسات، واكيد من زيتات الزيتون البلديين اللي جبتهم من المعصره. وشوفوا لي هالمكدوس، غطوه أسبوعين ودوقوا بعد هيك.